السلام عن جد، راحة البال. أكون واحد مرتاح باله، شو ما بيصير بالحياة ما بقعد تفرق معه. هي راحة البال بالصحة، ما بيقولوا أهم شيء. إنه المصاري حلوة، تلعب دور كبير بحياة الواحد، بس إذا واحد مرتاح باله يمكن يكون فقير مرتاح باله، ما بتفرق معه إذا راحت المصاري ولا أجت. والاستقرار، نحن فاقدين الاستقرار، مش بس كبيت، كوضع بلد كله. ما في استقرار بلبنان كله، ما في استقرار حكومة وبلد وهيك. فبتمنى انه الله يلم شملنا، انه عندي اخوة بلبنان وعندي اخوة بامريكا. عندي حلم انه يلم شملنا الله، هيك نصير كلنا عيلة واحدة ببلد واحد وقراب لبعض. لانه ولا مرة صار عرس من اخواته كانوا كل السبعة موجودين فيه مبين. ان شاء الله يكون على حظي انا.